نانسي عجرم تفاجئ عروسين في حفل خطوبتهما، رقصتها العفوية على المسرح تتصدر والجمهور يعلق ملكة البوب. أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أمس حفل خطوبة مميز في مصر، حيث فاجأت العروسين وخلقت أجواء رائعة وسط تفاعل كبير من قبل الحضور. وقدمت نانسي في الحفل باقة من أجمل أغنياتها الحماسية التي رقص على أنغامها العروسين وأقربائهما وأصدقائهما الذين راحوا يرددون كلمات الأغنيات التي حفظوها عن ظهر قلب. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل توثق الأجواء المميزة، إذ كان لافتا مقطع فيديو يظهر والد العروس وهو يرقص مع نانسي عجرم ويردد كلمات أغنياتها، إذ علق المتابعون بالقول: أبو العروسة أم يرقص مع نانسي وحافظ الأغنية، الجمال كله بهذا المقطع، كلهم حافظين ومستمتعين بأعظم هيت وأشهر أغنية رومانسية وكيف حابينها وفرحانين فيها، وكيف نانسي محافظة خلال أكثر من 20 سنة إنها تكون اسم ثابت وأساسي بمصر. نانسي عجرم أسطورة حقيقية. هذا وتصدر أيضا مقطع فيديو آخر يظهر رقصة نانسي عجرم العفوية على المسرح ومع العروسين ما لفت انتباه الجمهور الذين عبروا عن إعجابهم بها وبعفويتها. وأطلق البعض على نانسي لقب ملكة البوب، إذ نشرت إحدى المتابعات الفيديو وأرفقته بالتعليق التالي: ملكة البوب العربي نانسي عجرم من حفل خطوبة في مصر. في سياق مختلف، كانت قد شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام في وقت سابق مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة ابنتها الصغرى ليا، حيث كانتا تمضيان وقتا ممتعا. وفي التفاصيل، ظهرت نانسي في الفيديو وهي تلاعب ليا على الترامبولين في منزلها، إذ راحتا تقفزان بطريقة عفوية لتقعان أرضا وتدخل نانسي عجرم بنوبة ضحك فيما عبرت عن حبها الكبير لابنتها. الفيديو لقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين تداولوه بشكل واسع وعبروا عن حبهم لنانسي وأثنوا على العلاقة المميزة التي تجمعها ببناتها وحرصها على قضاء أجمل الأوقات معهن رغم انشغالاتها الكثيرة.